السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هنذاكر مع بعض النهاردة Lesson 4 إن شاء الله أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان يوصل للكل والكل يستفاد. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. Let's start. شايفين معايا درسين النهاردة Lesson 4 بعنوان Digestive System. طبعا عندي Lesson 4 ده مكون من حاجتين, Digestive System اللي هو الجهاز الهضمي, وعندي كمان Respiratory System اللي هو الجهاز التنفسي. فأنا في الفيديو ده النهاردة هشرح فيه بس Digestive System اللي هو الجهاز الهضمي, وإن شاء الله في الفيديو القادم هشرح فيه Respiratory System, وكمان هحل معاكم التدريبات اللي موجودة في الكتاب الخاص بيه, التدريبات اللي بيجي مع كتاب المعاصر. تمام؟ طيب يبقى كده نبدا مع بعض. هنبدا اول حاجه نشوف اهم الفوكابولري, اهم الكلمات اللي موجوده في digestive system الجهاز الهضمي. زي ما قلت ده part 1 الجزء الاول. طيب اول كلمه معايا brain, brain, brain اللي هو المخ اسمه ايه؟ brain, brain. طيب المعده stomach, 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 stomach اللي هي المعده. طيب عندي كلمه figure, figure, figure يعني شكل. living organism, living organism معناها الكائن الحي. لو قلت living organisms معناها الكائنات الحية. systems, systems, systems معناها أنظمة. lungs, lungs, lungs اللي هي الرئتين. بعد كده heart, heart, heart يعني قلب. represent, represent, represent معناها تمثل او بتمثل فيه يعني. طيب بعد كده هنا systems, systems, systems معناها انظمة. organ, organ, organ يعني عضو. digestive system, digestive system يعني الجهاز الهضمي. لكن عندي digestion معناها الهضم. digestion, digestion معناها الهضم. respiratory system, respiratory system الجهاز التنفسي. nutrients, nutrients العناصر الغذائية. nutrients يعني العناصر الغذائية. functions, functions, functions اللي هي الوظائف. activities, activities, activities يعني اللي هي الأنشطة. chemical, chemical, chemical معناها كيميائي. تمام؟ هنشوف اللي بعده. بعد كده هنتكلم عن human digestive system يعني الجهاز الهضمي البشري. بيتكون من ايه؟ mouth, mouth, mouth اللي هو الفم. throat, throat, throat اللي هو الحلق او الحنجرة, بقول عليه pharynx, pharynx معناها الحنجرة او الحلق, هما الاتنين بمعنى واحد. اسمها pharynx, pharynx, pharynx معناها الحلق او الحنجرة. esophagus, esophagus, esophagus المريء. stomach, stomach, stomach معناها المعدة. liver, liver, liver الكبد. pancreas, pancreas, pancreas اللي هو البنكرياس. small intestine, small intestine يعني الامعاء الدقيقة. عندي كمان large intestine, large intestine يعني الامعاء الغليظة. بعد كده anus, anus, anus معناها فتحة الشرج او يعني فتحة الاخراج. saliva معناها اللعاب. saliva, saliva اللي هو اللعاب. chewing, chewing, chewing بيحصل ايه عندي؟ المضغ. chewing, chewing اللي هو المضغ. swallow, swallow, swallow معناها يبتلع يعني يبلع. اسمها swallow, swallow, swallow. طيب وعندي كلمة نشا. starch, starch, starch معناها النشا. tube, tube, tube معناها أنبوبة. اسمها tube, tube. طيب substance, substance, substance معناها مادة. liquid, liquid, liquid معناها سائل. لما اقول liquid substance معناها مادة سائلة. enzymes, enzymes, enzymes معناها انزيم. winding, winding, winding معناها ايه؟ يعني متعرج. secrete, secrete,
secret معناها يفرز، بقول عليها secret secret. stage of excretion، stage of excretion معناها عملية الإخراج، معناها إيه؟ stage of excretion، stage of excretion يعني عملية الإخراج. crush 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 يعني يطحن، crush 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 معناها يعني بيطحن. طيب هنا muscular 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 معناها عضلي. طيب وهنا facilities 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 معناها تسهيلات. طيب هنا obtain 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 معناها يحصل على. طيب هنا absorption absorption معناها امتصاص، absorption absorption يعني امتصاص. تمام كده شفنا مع بعض اهم الكلمات، نبدا نشوف درسنا. هنا اول حاجه زي ما شايفين طبعا ده ايه اللي من فوق ده brain brain المخ، stomach 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 اللي هي المعده، heart 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 اللي هو ايه القلب، وهنا two lungs two lungs اللي هي ايه الرئتين، بقول عليهم two lungs. طيب والfigure represents the human digestive system، الشكل ايه اللي بيمثل عندي الجهاز الهضمي البشري، ايه اللي بيمثل هنا digestive system، ده شايفين معايا طبعا الشكل ده اللي هنا عندي فيه stomach اللي هي المعدة، فعلى طول انا هكتب هنا ايه figure 2. figure نقط represents the human respiratory system، الشكل ايه اللي بيمثل الجهاز التنفسي، طبعا عندي الشكل ده اللي فيه ايه two lungs اللي فيه الرئتين، فهختار هنا figure 4. تمام نبدا كده نشرح الجزئيه دي، وطبعا الجزئيه دي انا ملخصاها، هنبدا نقراها من هنا وبعد كده هنشوف التلخيص بتاعي. هنا بيقول how are body systems adapted to meet the needs of living organisms، يعني بيقول ازاي جسم او ازاي نظام الجسم يقدر ان هو يتكيف علشان يقابل احتياجات الكائنات الحيه. اول حاجه لازم نكون عارفينها ان each living organism يعني ان كل كائن حي has different ways عنده طرق مختلفه to adapt to the environment علشان يقدر ان هو يتكيف او يتاقلم مع البيئه اللي هو عايش فيها. in which it lives يعني حيث يعيش، يعني كل كائن حي كل كائن حي سواء كان الكائن الحي ده human انسان او كان animal حيوان or plant او يعني كان نبات، انسان او حيوان او نبات بيكون لي ways او بيكون لي different ways لي طرق مختلفة to adapt to the environment علشان يتكيف او يتأقلم مع البيئة اللي هو عايش فيها. زي ما اخدنا في البداية اخدنا مع الانيمولز اللي احنا اخدناها وشفنا ازاي ان each animal can adapt with surrounding environment، يقدر كل حيوان ازاي ان هو يتكيف مع البيئة المحيطة به، وكمان اخدنا البلانت اللي هو النبات وازاي هو كمان يقدر ان هو adapt to surrounding environment يقدر ان هو يتكيف مع البيئة المحيطة، وطبعا كمان الانسان عندي human الانسان هو كمان عنده different ways طرق مختلفة to adapt to the environment يقدر ان هو يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. هنا بيقول the body of a living organism يعني جسم الكائن الحي human or animal سواء كان بشري او كان حيوان، جسم الكائن الحي سواء كان بشري او حيوان consists of some systems يعني بيتكون من بعض من الأنظمة، بتكون من ايه من بعض من الأنظمة. احنا في درسنا النهاردة هنتعلم بس منه حاجتين، هنتعلم منه digestive system الجهاز الهضمي، وكمان respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي، لكن في الفيديو بتاع النهاردة هنشرح بس digestive system اللي هو الجهاز الهضمي. يبقى احنا عرفنا ان the body of living organism يعني كائن الحي جسمه سواء كان human or animal consists of بيتكون من ايه من some systems من some ايه systems that are differ in their structures يعني اللي بتختلف في ايه في تركيبها to perform علشان تؤدي specific يعني محدد functions معناها وظائف تؤدي وظائف محددة
to get علشان ايه؟ علشان تحصل. its needs على احتياجاتها. a food من الطعام. breathing وكمان التنفس. يبقى كل عندي سيستم، كل نظام من الأنظمة اللي موجودة في living organism، في الكائن الحي. السيستمز دي بيكون ليها ايه؟ specific function، يعني ليها وظيفة محددة. بتعمل ايه الوظيفة دي؟ to get to ايه؟ to get its needs of food علشان ايه؟ نحصل على احتياجاتنا من ايه؟ الطعام والتنفس. تمام؟ each system، كل سيستم من دول اللي اتكلمنا عنه ان هو digestive system وعندي respiratory system. كل سيستم من دول بيكون في ايه؟ بيكون في organs، بيكون في ايه؟ organs. يعني each system consists of a group of organs. كل نظام بيتكون من مجموعة من الأعضاء. مجموعة من ايه؟ من الأعضاء. وزي ما هنشوف مع بعض الأورجانز من خلال البيج اللي بعدها. شايفين معايا دي كلها بقول عليها أورجانز، بقول عليها أعضاء. الأعضاء الخاصة بايه؟ خاصة بدايجستيف سيستم، خاصة بايه؟ دايجستيف سيستم. وطبعا كمان الدرس اللي بعده هناخد كمان الأورجانز اللي خاصة بايه؟ ريسبيراتوري سيستم، الخاصة بايه؟ ريسبيراتوري سيستم. يبقى دي كلها بقول عليها ايه؟ أورجانز، بقول عليها ايه؟ أورجانز. تمام؟ طيب نبدأ كده نكمل مع بعض. عرفنا كده ان كل سيستم بيتكون من أورجانز، بيتكون من أعضاء. that are working اللي كلها بتعمل ايه؟ تعمل together، بتعمل مع بعض. to علشان ايه؟ perform علشان تؤدي. a specific function علشان تؤدي ايه؟ وظيفة محددة. علشان تؤدي ايه؟ a specific function، تؤدي وظيفة محددة. يبقى كل organs او each organ، كل عضو بيكون ايه؟ that are working together، كل عضو بيعمل مع الاخر. ليه؟ علشان في النهاية to perform a specific function، علشان تؤدي وظيفة محددة. زي ما شايفين معايا من خلال البيكتشر دي، طبعا هنا اول حاجة في الجهاز اللي هو digestive system، الجهاز الهضمي، بيبدأ من فين؟ من الماوث، من الفم. وبعد كده طبعا احنا من خلال الفم ايه؟ we put food in our mouth، بنحط طعام في فمنا. بيحصل ايه؟ طبعا our food، الطعام بتاعنا، اول ما احنا بنحطه فين؟ اول ما بنضعه في الفم بتاعنا، اول ما بنضعه في our mouth بيحصل ايه؟ طبعا كل حاجة. طبعا هنا الطعام بيمر على اكتر من organ، اكتر من عضو، علشان في النهاية احنا نحصل على ايه؟ nutrients، على العناصر الغذائية. شايفين معايا هو بيمر بايه؟ بيمر بكل الorgans دي. تمام؟ يبقى احنا عرفنا كده ان كل الorgans، each organ that are working together to perform a specific function، كل الأعضاء أو كل عضو بيعملوا مع بعضهم علشان في النهاية بيعملوا وظيفة محددة. digestive system and respiratory system are examples of systems found in the body of human or animal. الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي هما examples على ايه؟ systems of systems، يعني على الأنظمة. found in the body الموجودة في الجسم، of human or animal اللي موجودة في جسم الإنسان أو جسم الحيوان. يبقى عرفنا كده السيستمز اللي موجودة النهاردة معانا، اللي هو digestive system و respiratory system. نيجي هنا للجزئية دي، بيقول digestive system and respiratory system are working together، بيعملوا مع بعضهم. ليه بيعملوا مع بعضهم؟ to get energy، علشان نحصل على الطاقة. from food من الطعام، and breathing والتنفس. يبقى هما الاثنين are working together، بيعملوا مع بعض to get energy، علشان نحصل على الطاقة. طيب احنا هنحصل على الانرجي دي، we can get energy from، هنحصل على الطاقة دي من فين؟ طبعا from food، من الطعام. والطعام ده بيكون من خلال ايه؟ من خلال digestive system، من خلال الجهاز الهضمي. and breathing، وبنحصل على التنفس. والتنفس ده بيكون من خلال ايه؟ respiratory system، من خلال الجهاز التنفسي. يبقى كده هما الاتنين بيعملوا ايه؟ working together، بيعملوا مع بعض علشان يدونا energy، علشان يدونا الطاقة.
اوكي. هنا بيقول the body gets nutrients، الجسم بيحصل على النوترينز على العناصر الغذائية from mean from food اللي هو الطعام، that provides the body اللي بيزود الجسم with the needed energy يعني بالطاقة اللازمة، يعني العناصر الغذائية دي اللي بتكون موجودة في الطعام مالها provide the body بتمد الجسم with the needed energy بالطاقة اللازمة او الطاقة اللي احنا بنحتاجها. طيب the body needs energy، الجسم بيحتاج الطاقة ليه؟ لما بيكون عندي جسمي فيه energy يعني جسمي فيه طاقة، انا هقدر اعمل ايه؟ اول حاجة do activities يعني هقدر ان انا اعمل انشطة. ايه كمان عندي؟ do functions يعني هقوم بعمل وظائف. طيب ايه الاكتيفيتيز اللي انا ممكن، ايه الاكتيفيتيز اللي انا ممكن اعملها؟ walking اني انا امشي، talking اني انا اتكلم، or sleeping اني انا انام. يبقى المشي والتحدث والنوم دي كلها activities انا اعملها او انشطة انا بقوم بعملها لما انا يكون جسمي فيه ايه؟ فيه energy يعني فيه طاقة. طيب الانرجي دي بتجي من فين؟ بتجي عندي من nutrients العناصر الغذائية اللي بتكون في our foods اللي بتكون في الطعام بتاعنا، تمام. طيب من خلال كمان انرجي الطاقة دي انا بقدر ان انا ايه؟ do functions اني انا بقوم بعمل وظائف، في وظائف بتحصل جوايا انا بقدر ان انا اقوم بعملها زي ايه؟ heart beating يعني ضربات او نبضات القلب. طول ما انا عندي nutrients عناصر غذائية بيحصل عندي في جسمي ايه؟ heart beating معناها نبضات او يعني ضربات القلب، breathing يعني التنفس، and thinking يعني افكر او التفكير. يبقى التفكير والتنفس وضربات القلب دي كلها functions يعني وظائف بتكون inside it يعني بتكون داخل ايه؟ داخل our bodies يعني داخل اجسامنا. اوكي طيب شايفين معايا ايه الجزئية دي كلها؟ طبعا انا عملت لها تلخيص، نبدأ نشوف التلخيص مع بعض. كتير من حضراتكم بيسأل احنا هنمتحن لحد فين وكمان شكل الامتحان هيكون ازاي، فانا اللي هقوله دلوقتي فدي المعلومات اللي وصلتني حتى الان معايا، دي محتويات الكتاب اللي موجودة في كتاب المعاصر في البداية، يعني اللي انا عرفته ان هيجي عندي concept 1 المفهوم الاول و concept 2 المفهوم الثاني وكمان concept 3 اللي هو المفهوم الثالث، يعني الامتحان هيكون لحد هنا يعني لحد بيج 102، تمام. ده لحد علمي حتى الان. طيب نظام الاسئلة هتكون ازاي؟ لا زي ما موجودة كده في كتاب المعاصر، يعني شايفين معايا اول حاجة هنا طبعا تشوز يعني هيكون فيه اختر، تمام يعني مجموعة من الاختر، وبعد كده في هنا ممكن يقول تشوز from column B لكولوم A، تمام. وفي هنا both take or false يعني صح او خطأ، وفي كمان عندي بيقول write the scientific term يعني اكتب المصطلح العلمي، وبعد كده كمان في سؤال اللي هو complete اللي هو اكمل. اما بالنسبة للسؤال اللي هو give reason for اللي هو اعطي سبب ليه، الحقيقة السؤال ده انا مش متأكدة منه هو هيجي في الامتحان ولا لا، فانا لو اتأكدت ان شاء الله هقول لكم، تمام. وفي كمان السؤال الخاص بي what happens if يعني ماذا يحدث لو، برضو السؤال ده مش متأكدة منه لكن السؤال ده يطلع الكلمة اللي هي مختلفة. طيب وايه كمان عندي اللي هو compare between اللي هو السؤال المقارنة اللي هو السؤال ده، تمام. زي شايفين معايا يعني الاسئله اللي موجوده في كتاب المعاصر، يعني المطلوب مننا سواء كان في تشوز سواء كان الامتحان في اختر صح وغلط اكمل ايا كان، بمعنى ان كل نقطه موجوده في الكتاب فهي مهمه جدا جدا جدا، وزي ما قلت في كل فيديو قبل كده اهم حاجه ان احنا نفهم الفهم ثم الفهم ثم الحفظ، تمام. يعني في النهاية برضو احنا لازم نحفظ، يعني في حاجات نبقى فاهمينها وفي حاجات بنبقى حافظينها، وطبعا ده بيكون بعد الفهم زي ما قلت، يعني كل نقطة بتكون مهمة. طيب نبدأ كده نشوف مع بعض. بيقول the body of a living organism human يعني جسم كائن الحي البشري or animal او الحيوان consists of some بيتكون من بعض من ايه؟ هقول systems من بعض من الأنظمة، طبعا الحاجات اللي باللون الأسود هي دي اللي بتيجي في الاختيارات. each system كل نظام، أو هنا بيقول كل نظام consists of بيتكون من ايه؟ a group of organs بيتكون مجموعة من ايه؟ من الأعضاء زي ما قلنا.
طيب هنا ممكن يقول لي ايه؟ هيقول are examples of systems found in the body of human or animal، مثال على انظمة الموجودة في جسم الانسان او الحيوان، هقول digestive system and respiratory system. هنا digestive system and respiratory system بيقول are working together to get energy from، بيعملوا مع بعض هما الاثنين علشان يحصلوا على الطاقة من ايه؟ من food and breathing، من food الطعام والتنفس. The body gets، الجسم بيحصل على ايه؟ from food، من الطعام that provides the body with the needed energy. الجسم بيحصل على ايه؟ هقول nutrients، العناصر الغذائية، من الطعام اللي بيزود الجسم بايه؟ بالطاقة اللازمة. طيب هنا number 5، the body gets، number 5 the body needs، يعني الجسم بيحتاج energy، بيحتاج الطاقة ليه؟ هقول to walk علشان يمشي، to يتحدث، sleep ينام، heart beating يعني ضربات او نبضات القلب، breathe التنفس، and thinking والتفكير. انا عندي الحد هنا دي الخاصة بالبيج اللي احنا شرحناها. نبدأ اشوف كتاب المعاصر، قول in one day يعني في يوم الواحد، في اليوم الواحد you need، انت بتحتاج a lot of energy، بتحتاج لطاقة كثيرة، your heart يعني القلب بتاعك، beats يعني بينبض around، حوالي ايه القلب بتاعك في اليوم الواحد بينبض قد ايه؟ 100,000 times يعني 100,000 مرة. You take over 20,000 breaths يعني بيقول لك انك انت ممكن كمان تتنفس اكتر من 20 نفس، and thousand of steps وكمان بتمشي ايه؟ الالاف من الخطوات. يبقى انت ممكن تتنفس قد ايه؟ 20,000 breaths وكمان thousands of steps يعني والاف من الخطوات. بعد كده هنا بيقول الجزئية دي ايه اللي احنا هندرسه في الجزء ده النهاردة. هنبدأ اول حاجة نتكلم عن human digestive system يعني الجهاز الهضمي البشري. بيقول to get nutrients، نحصل على العناصر الغذائية from food، من الطعام، it must يجب او لا يبد pass، ان هو يمر through different organs يعني يمر من خلال اعضاء مختلفة of the digestive system للجهاز الهضمي. زي ما قلت كده في البداية علشان نحصل على النوترينز، العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، طبعا ده بيمر على ايه؟ بيمر على ايه؟ pass through ايه؟ organs، pass through different organs يعني بيمر على ايه؟ different organs، اعضاء مختلفة. فالمين للdigestive system which are، وقلنا كمان ان هما بيعملوا ايه؟ working together، بيعملوا مع بعض to break down علشان يفتتوا ايه؟ food، الطعام. break down معناها يجزأ او يفتت او يكسر او يحلل الطعام into smaller parts، لاجزاء صغيرة that your body، اللي جسمك can use، بيستخدمها in a process called يعني في عملية تسمى، يبقى الأجزاء الصغيرة اللي هي smaller parts that your body can use، اللي جسمك بيستخدمها. يبقى عندي العملية دي كلها اللي بتحصل في الجسم اسمها ايه؟ digestion processes، digestion processes، digestion processes معناها عملية الهضم، اسمها ايه؟ عملية الهضم، digestion processes. اوكي طيب بعد كده هنتكلم عن digestive system. بيقول it is a system، هو نظام او جهاز، responsible يعني مسؤول، for عن ايه؟ breaking down food، عن تكسير او تجزئة الطعام into smaller parts، لاجزاء صغيرة، to enable the body cells علشان يمكن او تمكن خلايا الجسم to use them، تستخدمهم in getting energy، في الحصول على ايه؟ الطعام. يبقى احنا ليه بنعمل break down؟ يبقى ليه عندي digestive system بيعمل breaking down food into smaller parts؟ ليه اصدقائي؟ هقول to getting energy علشان نحصل على الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية. طيب بالنسبة digestion processes اللي هي عملية الهضم، it is processes، دي عندي it is system، لكن هنا دي processes يعني عملية
of breaking down food، ان احنا بنعمل فيها ايه؟ بنكسر او بنجزأ الطعام، and changing وبنغيره او بنحوله into chemical substances يعني الى مواد كيماوية او مواد كيميائية. That the body اللي الجسم absorbs and uses، اللي الجسم بيمتصها وبيستخدمها، uses them in getting energy and growth، وعلشان ينمو، علشان يحصل على الطاقة وينمو. يبقى احنا لازم يحصل ايه في البداية؟ لازم في البداية عندي food، الطعام which we eat اللي احنا بناكله بيحصل له changing يعني بتغير into chemical substances الى مواد كيماوية. المواد الكيماوية دي بيحصل ايه؟ the body absorbs it، بيمتصها and uses them in getting energy and growth، بيستخدمها علشان نحصل على الطاقة and growth وننمو. بعد كده هنا جايب the structure of the digestive system، جايب يعني تركيب الجهاز الهضمي. بيتركب من ايه؟ اول حاجة عندي نشوفها كده من خلال البيكتشر اللي قدامي، شايفين معايا هنا ايه؟ اول حاجة عندي mouth الفم، mouth الفم، throat اللي هو الحلق، esophagus المريء، شايفين معايا ده اسمه esophagus المريء، عندي دي stomach المعدة، stomach المعدة، وده عندي liver اللي هو الكبد، liver الكبد، وعندي small intestine اللي هي أمعاء الدقيقة دي اللي من جوه، شايفينها دي اللي من جوه اسمها small intestine، اما الكبيرة دي اللي من بره اسمها large intestine، large intestine يعني الأمعاء الغليظة، وهنا عندي دي شايفينها اسمها pancreas، pancreas اللي هو البنكرياس، وعندي اخر حاجة خالص دي اسمها ايه؟ انس، 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 انس اللي هي فتحة الشرج، دي اللي بحصل منها ايه؟ ريموف ويست، ريموف ويست اللي متخلص من خلالها عن طريقها الفضلات. تمام. دايجستيف سيستم ستارت ويز، يبقى عندي دايجستيف سيستم ستارت ويز ايه؟ ويز ماوث اند اندز ويز، وبينتهي بايه؟ انس، anus. يبقى start with a mouth end with a anus. تمام. بيبدأ بالفم وينتهي بايه؟ فتحة الشرج. طيب هنا بيقول the organs الاعضاء of the digestive system، الاعضاء الجهاز الهضمي are connected and organized، يعني بيقول ان هي متصلة وكمان منتظمة in a way، في طريقة، الطريقة دي بيقول that allows food اللي بتسمح للطعام to complete، علشان تكمل the process of digestion، علشان تكمل عملية ايه؟ الهضم. يبقى احنا زي ما اتكلمنا في البداية ان قلنا الأورجنز دي كلها بتعمل ايه؟ working together، بتعمل مع بعضيهم علشان ايه؟ علشان احنا نقدر نحصل على ايه؟ energy and nutrients، الطاقة والعناصر الغذائية. وهنا بيقول طبعا ده بيكمل من خلال process اللي هي العملية اسمها قلنا ايه؟ digestion اللي هي عملية الهضم. قلنا starting from the mouth بتبدأ بيه الفم to the stage of excretion يعني عملية الإخراج. هي لما أقول إيه؟ anus اللي هو الإخراج، دي اسمها العملية كلها أو البروسيس يعني اسمها excretion يعني عملية الإخراج. تمام؟ نشوف اللي بعده. شايفين معايا الجزئية دي؟ طبعا أنا قرأت الجزئية دي اللي في الكتاب اللي هي in one day you need a lot of energy your heart beats around. طبعا ممكن يجيني كده سؤال في الاختيارات، ممكن كمان دي. تمام. دي الجزئية اللي شرحتها من فوق، وهنا الترجمة بتاعتها زي ما شايفين معايا كده. اوكي. طيب بعد كده هنا بيقول ايه؟ ممكن هنا يجيني كده نقط. تمام. يجيب سبيس. is the system responsible for breaking down food into small parts، وبعد كده بيقول to enable the body cells to use them in getting energy، يعني الجهاز المسؤول عن تكسير الطعام لأجزاء صغيرة لتمكن خلايا الجسم التي تستخدمهم في الحصول على الطاقة اللي هو مين؟ digestive system. تمام. هنشوف اللي بعده. كمان الجزئية اللي انا شرحتها في الكتاب، بس علشان وقت الفيديو ان ممكن يجيني عندي الاجزاء دي وانا اختار عندي او اكتب يعني digestion process اللي هي عملية الهضم.
طيب بعد كده هنا كمان انا ملخصه طبعا هنا the structure of the digestive system، يعني تركيب الجهاز الهضمي بيتكون من ايه، زي ما شرحتهم معاكم دلوقتي من خلال البيكتشر اللي كانت موجوده في الكتاب. طيب هنا digestive system starts with، الجهاز الهضمي يبدا بايه؟ يبدا عندي ب mouth and ends with anus، تمام، يبدا بالفم وينتهي فتحه الشرج، وطبعا الجزئيه دي مهمه جدا جدا. تمام، دي كده لحد هنا، لحد البيج انا شرحتها دلوقتي. تمام، هنبدا نشوف اللي بعدين معايا هنا. ده ايه؟ طبعا ده كلنا احنا عارفينه، ده ماوث اللي هو الفم، يبقى ده ايه؟ الماوث، الفم بتاعنا. طيب الماوث بتاعنا فيه ايه؟ فيه تيث، اسنان، تونج، لسان. فيه ايه؟ تيث، اسنان، وفي كمان تونج، لسان. يبقى احنا هنتكلم عنهم هما الاثنين. digestion begins in the mouth، الهضم بيبدا اول حاجه بالماوث، بالفم. قلنا each organ، كل عضو in the digestive system، في الجهاز الهضمي، is working together، يعني بيعملوا كلهم ايه؟ مع بعض. تمام، يبقى هنا اول حاجة طبعا عندي الماوث. الماوث احنا قلنا فيه ايه؟ في عندي teeth، وفي عندي tongue، في اسنان، وفي كمان لسان. عارفين جوه فمنا مش بيكون فيه كده سائل كده، او الميه اللي احنا على طول بنبلعها كده في فمنا دي اسمها ايه؟ اسمها سلايفا. سلايفا معناها ايه؟ سلايفا معناها اللعاب. يبقى السائل اللي موجود ده في فمنا اسمه سلايفا. سلايفا معناها اللعاب. it is a liquid substance in the mouth، يعني بيقول هو عبارة عن مادة سائلة في الفم. المادة السائلة دي في الفم اسمها ايه؟ سلايفا. سلايفا، سلايفا يعني اللعاب. it is a liquid substance in the mouth، مادة سائلة فين؟ عندي كلمة substance معناها مادة، liquid يعني سائل، substance معناها مادة، وعندي liquid يعني سائل، مادة سائلة في الفم. يبقى it is a liquid substance in the mouth. وعندي كمان tongue. نبدأ كده ناخد كل واحدة منهم نشوف function، الوظيفة أو job، لكن احنا بنقول عليها function هنا في الدرس بتاعنا. function of teeth يعني وظيفة الأسنان. بتعمل ايه الأسنان؟ they break down، يعني هما بيكسروا، and crush يعني بيطحنوا food، الطعام، in the mouth، في الفم، during chewing يعني أثناء المضغ. بعد كده عندي مين؟ saliva. saliva هنقول function of saliva. بتعمل ايه saliva؟ اللي هي اللعاب. it helps in the digestion، يعني بتساعد في هضم of some types of food، بتساعد في هضم بعض انواع من الطعام. where it digests يعني ان هي بتهضم starch. starch يعني ايه؟ يعني النشا، بتهضم ايه؟ النشا. and changes it into sugar، بتهضم النشا اللي موجود في الجسم وبتحوله لسكر، بتحوله ايه؟ الى سكر. فدي مهمة جدا تيجي في الامتحان في choose، او تيجي في put take or false، في صح او خطأ، او يعني صح. انا بقول ايه؟ it helps in the digestion of some types of food، بتساعد في هضم بعض انواع من الطعام. digests يعني بتهدم، starch بتهدم ايه؟ النشا. starch and changes it، وتحوله لايه؟ لشجر اللي هو السكر. بتعمل ايه تاني؟ it facilitates يعني ان هي بتسهل the swallowing of food، بتسهل عملية بلع الطعام. بتسهل ايه؟ عملية بلع الطعام. كلمة swallow معناها بلع، بلع ايه؟ الطعام. يبقى هي بتعمل او بتسهل الطعام. وايه كمان؟ digests starch and changes into sugar، بتهضم النشا وبتحوله لايه؟ لشجر، سكر. وايه كمان؟ and facilitates the swallowing of food، بتسهل عملية بلع ايه؟ الطعام. طيب بعد كده عندي function of tongue، عندي وظيفة اللسان. ايه وظيفة اللسان؟ it mixes food، بيخلط الطعام مع مين؟ مع مين؟ مع سلافيا اللي هي اللعاب. يبقى بتخلط الطعام مع مين؟ with سلافيا، مع اللعاب. in the mouth، مع في الفم. يبقى بتعمل ايه؟ mixes food with
سلافيا إن ذا ماوث، بتخلط الطعام مع اللعاب في الفم. تمام، يبقى كده احنا عرفنا خلاص الماوث. نشوف مع بعض الماوث بعد كده بيروح فين عندي الفود، بيروح الصافجس، بينزل على المريء. الصافجس المريء during swallowing يعني بلع the food الطعام، the throat اللي هي قلق او الحنجرة او بقول عليها pharynx يعني او الحنجرة. pushes بيدفع the food الطعام into a tube، خلاص احنا دلوقتي الطعام عملنا له تشوينج باي تيث عن طريق الاسنان سلافيا، وكمان السلافيا بدأت ان هي تعمل ايه سوالونج اوف فود، بدأت ان هي تبلع الطعام. الطعام اللي حصل له سوالو اللي احنا بلعناه حصل له ايه او راح فين الطعام ده؟ بيقول عندي اني pushes the food into a tube cold، يعني الطعام ده اندفع في أنبوبة، راح فين؟ راح في تيوب، في أنبوبة. تيوب دي اسمها ايه؟ الصافجس. اسمها ايه؟ الصافجس. يعني ايه؟ يعني المريء، يعني الطعام ده نزل في المريء. زي ما قلنا في البداية ان كل عندي each organ، كل عضو الأورجان ده بيعمل ايه؟ بيكون عندي each organ in our digestive system is working together، يعني بيعملوا مع بعضهم. تمام؟ طيب بيقول الصافجس is long muscular tube، يعني بيقول ان المريء ده عبارة عن انبوب عضلي. انبوب ايه؟ عضلي، يعني مش انبوب بلاستيك ولا انبوب مصنوع من الخشب، لا ده انبوب ايه؟ muscular tube يعني انبوب عضلي، ودي مهمة جدا. يبقى الصافجس is a long muscular tube يعني عبارة عن انبوب عضلي طولي. along شايفين معايا بيقول ايه؟ along يعني طويل. طيب هنشوف مع بعض function الوظيفة. it moves the food يعني بيحرك الطعام down، شايفين معايا فين؟ بيحرك الطعام. هو جاي من فين؟ جاي من الماوث، نزل عندي في تيوب دي اللي هي الانبوبة اللي اسمها esophagus. هيروح فين عندي الفود؟ هيروح لستامك المعدة. تمام، يبقى it moves the food down into the stomach يعني بيحرك الطعام اسفل، يعني بينقل الطعام اسفل المعدة. طيب stomach المعدة دي عندي muscular organ يعني عضو عضلي، بيعمل ايه؟ بيقول عندي mixes food، بيخلط الطعام with فين؟ with the stomach، بيختلط بايه؟ with the stomach acid، بحمض المعدة. stomach acid هو حمض المعدة. and digestive juices يعني كمان بعصارة الهاضمة، بقول عليها ايه؟ enzymes. enzymes يعني الانزيم، يعني المعدة الاكل اللي موجود في المعدة بيحصل له ايه؟ ميكسز، بيختلط مع بعضه. طيب هو بيختلط في ايه؟ زي ما احنا كده لما بنيجي نعمل عصير في الخلاط احنا بنحط في العصير ايه؟ بنحط مثلا هنعمل عصير مانجا، بنحط المانجا ونحط السكر. طيب انا حطيت المانجا والسكر كده، خلاص المانجا والسكر هما كده هنشربهم عصير، ولا احنا لازم نضيف عندي ليكويد، هنضيف سائل؟ لا طبعا هنضيف ليكويد اللي هو السائل، بضيف ايه؟ بضيف الميه. نفس الشيء عندي الفود الطعام اللي موجود في الاستامك في المعدة هيحصل له ميكسز، هيختلط. هيختلط بايه؟ لازم يكون عندي في سائل هو اللي هيخلط الطعام ده، هيعمل له ميكسز. هو ايه السائل ده؟ عندي ستامك اسيد اللي هي حمض المعدة، او عندي كمان دايجستيف جوسز اللي هي عصارة الهاضمة، او بقول عليها، او عندي انزيمز اللي هو الانزيم او العصارة او ستامك اسيد عصارة المعدة او حمض المعدة. found it اللي موجودة في to change يعني تغير the food into، يعني عشان تغير الطعام الى ايه؟ a soupy liquid يعني الى سائل. food stays الطعام بيبقى in the stomach، الطعام بيكون في المعدة for a few hours لمدة ساعات قليلة. then يبقى الطعام موجود في المعدة لكن بيكون في المعدة لمدة قد ايه؟ a few hours ساعات قليلة. then the muscles العضلات of the stomach عضلات المعدة بتعمل move بتحرك the food into a long winding tube
winding tube. يعني ايه winding tube؟ يعني انبوبة متعرجة. اسمها ايه؟ اسمها small intestine. small intestine يعني الامعاء الدقيقة. يبقى الطعام بيروح لفين؟ ل small intestine، للامعاء الدقيقة. نتكلم عن organs number 4، العضو رقم 4 اللي هو مين؟ small intestine، امعاء الدقيقة. it is a long، هي بتكون ايه؟ long، بتكون شايفين معايا؟ طويلة. winding tube يعني ايه winding tube؟ يعني انبوبة لكن متعرجة، عكس esophagus المريء. قلنا عليه ايه؟ long tube. long tube انبوبة طولية، لكن هنا winding tube. تمام؟ as its length is more than 6 meters، بيقول يعني طولها الانبوبة دي اكتر من 6 متر. اكتر من ايه؟ 6 متر. يبقى هنا 6 meters. وهنا عندي winding tube، it is a long winding tube. food is broken down، الطعام بيحصل ايه؟ broken down، الطعام بيتحلل into simpler nutrients، لعناصر غذائية. in the small intestine، في الامعاء الدقيقة دي بيحصل الطعام ان هو broken down، بيتكسر ويتحول الى simple nutrients، الى عناصر غذائية بتكون بسيطة. بعد كده عندي pancreas and liver. البنكرياس والكبد، كبد طبعا ده البنكرياس، وده عندي اللي هو الكبد. secrete معناه بيفرز، يبقى عندي كلمة secrete معناها ايه؟ يفرز. يفرز ايه؟ juices يعني عصارة. that flow into يعني اللي بتتحرك او بتنتقل لايه؟ the small intestine يعني للامعاء الدقيقة. بتروح فين؟ لسمول انتستين. الجوسيس دي، العصارة دي هيلب ان، بتساعد في ايه؟ بريكنج داون ذا فود، بتكسر الطعام انتو او بتحوله الى ايه؟ نوترينز، لعناصر غذائية. اور دايجستد فود، او يعني طعام مهضوم. these nutrients، العناصر دي are absorbed، يعني ان هي بتمتص through the wall of the small intestine. العصارة دي او العناصر الغذائية دي بتمتص من خلال ايه؟ the wall of the small intestine، من خلال الجدار الخاص بالامعاء الدقيقة. as they enter into tiny blood vessels، واللي بتدخل الاوعية الدموية الصغيرة. بتروح فين؟ الاوعية الدموية الصغيرة. and reaches the blood، وبتروح لمين؟ للدم. يبقى العناصر الغذائية دي من اللي بيمتصها؟ the wall of small intestine، اللي هو الجدار بتاع الامعاء الدقيقة، هو اللي بيمتص، بيعمل absorb لنوترينز، العناصر الغذائية دي. وبعد كده بيحصل ايه؟ enter يعني بيدخلها into tiny blood vessels، للأوعية الدموية الصغيرة. وبعد كده بتروح فين؟ and reach the blood، وبتوصل للدم. فبالتالي الدم بتاعنا بيكون ايه؟ بيقول the blood carries the nutrients، البادي الدم بتاعنا بيكون محمل بايه؟ nutrients، بالعناصر الغذائية. to all parts of the body، لكل اجزاء الجسم. شايفين معايا؟ طبعا لازم، مهم جدا جدا ان احنا نتغذى وان احنا ناكل كويس جدا جدا علشان العناصر الغذائية اللي بتكون موجودة في الجسم طبعا كلها بيحصل لها بريك داون، ان هي يعني بتتكسر وبتتحول الى نوترينز، الى عناصر غذائية. دي بتروح لفين؟ لـ our blood يعني للدم بتاعنا، وطبعا احنا بنستفاد منه، ده بيقوي اجسامنا. شوف بعد كده فانكشن بتاع الانتستين، بيعمل ايه؟ كومبليت، بيكمل the digestion of different types of food، بيكمل ايه؟ بيكمل هضم انواع مختلفة من الطعام. it absorbs، وبيمتص nutrients، العناصر الغذائية، قصده بيها ايه؟ digested food، اللي هو الطعام المهضوم، الطعام اللي احنا اكلناه. the body does not benefit، الجسم مش بيستفاد from some parts of food، الجسم في حاجات الجسم ما بيستفادش منها، في حاجات احنا بناكلها الجسم ما بيستفادش منها. الحاجات دي اسمها ايه؟ undigested materials، يعني بيقول عليها مواد غير مهضومة او طعام غير مهضوم.
الطعام ده بيكون مش مهضوم. الطعام ده احنا ما هضمناهوش، فبالتالي الطعام ده بيروح فين؟ بيروح في لارج انتستين، بيروح في الامعاء اللي هي ايه؟ الامعاء دي التخينة الغليظة اسمها لارج انتستين، بيروح فيها ايه؟ ودي جزئية مهمة، بيروح فين؟ بيروح عندي فيها undigested materials، يعني المواد الغير مهضومة او الحاجات اللي احنا ما هضمناهاش بتروح لي لارج انتستين. هناخد بعد كده خلاص الطعام راح لي لارج انتستين، يبقى احنا هنتكلم عن organ number 5 وهو large intestine اللي هي الامعاء الغليظة. يقول هي كمان is a tube، يعني انبوبة، that starts from the end of the small intestine، يعني هي عبارة عن انبوبة تبدأ من فين؟ من نهاية الامعاء الدقيقة، and ends وبتنتهي with ايه؟ with the anus اللي هي فتحة الشرج. يبقى هي الامعاء دي اللي هي large intestine تبدأ من فين؟ من ends of small intestine، من نهاية الامعاء اللي هي من جواها دي، الامعاء اللي هي بتكون small intestine اللي هي الدقيقة، وبتنتهي بايه؟ واخرها بتكون فيها ايه؟ anus اللي هو ايه؟ فتحة الشرج اللي احنا من خلالها بنعمل remove waste، بنتخلص من الفضلات بتاعتنا. طيب هنا بيقول function الوظيفة absorb water، بتمتص المية from the undigested materials، يعني بتمتص المية من ايه؟ من الطعام الغير مهضوم. So they become، ذلك هي بتصبح ايه؟ salt wastes، يعني فضلات متجمدة او فضلات يعني صلبة، that come out through the anus، وبتخرج من فين الفضلات ديت اللي هي الفضلات الصلبة دي؟ او بنعمل لها remove، يعني بنزيل ايه؟ wastes، الفضلات دي بنزيلها من فين؟ من خلال anus اللي هي فتحة الشرج. تمام؟ طيب بشوف مع بعض اللي بعده. what happens when، يعني ماذا يحدث عندما. one of the organs، واحد من الاعضاء of the digestive system، يعني is absent. absent معناها غايب، يعني لو عضو من اعضاء الجهاز الهضمي مش موجود، يعني مش موجود عندي liver الكبد او small intestine او pancreas او عندي esophagus، اي واحد من دول مش موجود، ايه اللي هيحصل؟ the digestive system will not perform its function، الجهاز الهضمي مش هيعمل الوظيفة او يؤدي الوظيفة بتاعته properly، يعني بيقول ان هو مش هيؤدي الوظيفة بتاعته بجدية، if one of its organs doesn't exist، يعني لو في عضو من الاعضاء دي خرج، يعني لو عضو من الاعضاء دي اتشال من الجسم، يبقى عندي الاجزاء الباقية، يبقى عندي الجهاز الهضمي مش هيقدر ان هو يقوم بايه؟ يقوم بوظيفة ملائمة او وظيفة يعني مناسبة. طيب هنا بيقول how can you keep the digestive system healthy، يعني ازاي نستطيع ان احنا نحافظ على الجهاز الهضمي؟ طبعا الجزئية دي احنا خدناها قبل كده في منهج الانجليش. number one show the food well، اول حاجة لازم نمضغ الطعام كويس. don't eat much fast meals، ما ناكلش الوجبات السريعة. number three drink a lot amount of water، يعني نشرب الكثير من المياه او نشرب كمية يعني كثيرة من المية. practice sports regularly، يعني ان احنا نمارس الرياضة بانتظام. تمام؟ تمام. بعد كده هنا جايب check your understanding، يعني افحص الفهم بتاعك. طبعا هنا زي ما شايفين معايا كل واحدة من دول وهو عاوز مين فيهم الجزء الخاص بيه او اللي بيعمل الوظيفة دي. تمام. طبعا الجزئية دي هنحلها لوحدنا، بس علشان وقت الفيديو انا حاسب لكم هنا الاجابات كلها. تمام. طيب هنشوف مع بعض اللي بعده. هنا بيتكلم عن body systems، يعني أنظمة الجسم. بيقول يعني طبعا احنا تعلمنا from the previous activity، من النشاط السابق، we can conclude the general function of the digestive system، ان يعني ان احنا نستطيع ان احنا نعرف الوظائف العامة للجهاز العظمي. اول حاجة طبعا extracting nutrients from the food we eat، ان احنا بنستخلص منه العناصر الغذائية اللي احنا بناكلها. digestion of food يعني هضم الطعام، and its absorption وامتصاصه، to obtain the needed energy علشان نحصل على الطاقة اللازمة.
like human animals زي الإنسان والحيوان need to get nutrients بيحصل على العناصر الغذائية and energy والطاقة from food من الطعام they eat يعني اللي هم بيأكلوه تمام the digestive system الجهاز الهضمي of dogs and cows الجهاز الهضمي للكلاب والأبقار are alike in some ways يعني بتشابه في بعض الطرق and similar to the human digestive system يعني بيكون متشابه لمين لhuman digestive system للجهاز الهضمي للإنسان dogs and cows الكلاب والأبقار بتشابهوا في الجهاز الهضمي بتاع الإنسان تمام لكن مش طبعا كله لا في أجزاء بس منه بتشابه فيه where each of them starts as the mouth and ends as the anus to obtain and absorb nutrients from food يعني بتشابهوا في ايه ان هما بيبدأوا من الفم وينتهوا في فتحة الشرج وكمان عندي ان هما بيحصلوا على العناصر الغذائية او بيمتصوا العناصر الغذائية من فين من الطعام there are some differences هنا بيقول يوجد بعض الاختلافات in the structure of the digestive system يعني بيوجد بعض الاختلافات في تركيب الجهاز الهضمي بتاع الإنسان والأبقار والكلاب يعني الجهاز الهضمي بتاع الإنسان أو البقر أو الكلاب طبعا بيكون في differences يعني في اختلافات ليه؟ because the digestive system of some animals have structural adaptation لان الجهاز الهضمي للحيوانات بيكون ايه structural adaptations يعني بيكون تكيف تركيبي to digest علشان يهضم different types of food علشان يهضم انواع مختلفة من الطعام هنبدأ نتكلم دلوقتي عن the digestive system of cow and dogs consisted of يعني الجهاز الهضمي للأبقار والكلاب بتكون من ايه؟ هما الاتنين بتكون من ايه؟ mouth فم esophagus مريء stomach المعدة وعندي intestines اللي هي الأمعاء يبقى دي مكونات الجهاز الهضمي عندي الكلاب والأبقار هناخد أول حاجة adaptations of the digestive system of cow يعني التكيف في الجهاز الهضمي عند مين الكاو عند البقرة تمام نبدأ نتكلم عنها أول حاجة هي بتاكل ايه cow eats grass بتاكل عشب grass is very difficult to be digested يعني بيقول ان العشب بيكون صعب جدا انه يتهضم أصعب حاجة ممكن يهضمها الحيوان وهي grass العشب so cow has a long digestive system يبقى البقرة عندها ايه عندها long digestive system عندها جهاز هضمي طويل عندها ايه long digestive system يعني عندها جهاز هضمي طويل عندها ايه كمان and also some organs of its digestive system are adapted to digest this type of food بيقول كمان ان بعض الاعضاء الجهاز الهضمي تتكيف مع الهضم انواع الطعام زي عندي stomach المعدة المعدة بتاعت البقر فيها ايه cow is characterized by having four stomach البقرة عندها كام stomach عندها four البقرة عندها four لكن الهيومن عنده one هي عندها ايه عندها four four ايه four stomach زي ما شايفينهم كده من خلال البيكتشر دي عندي stomach number one اسمها ايه اسمها رومان معناها ايه اللي هو الكرش يبقى stomach number one رومان طيب stomach number two اسمها ايه ريتكولوم اللي هي الشبكة فدي عندي stomach number two stomach number three ايه اوميسم اللي هي number three تمام وبعد كده عندي اللي هي number four اباسمس تمام ايه عرفنا كده الكاوز عندها four stomach اربع معدات تمام هنشوف اللي بعده teeth طيب الاسنان cow الاسنان عند البقرة has flat teeth شايفين عندي الاسنان شكلها ازاي عندها flat يعني مسطحة that are suitable for eating grass يعني مناسبة اللي هي الاكل الاعشاب what happen if ماذا يحدث لو
cow's digestive system is not adapted to eat grass. ايه اللي هيحصل لو الجهاز الهضمي بتاع الابقار مش ملائم اللي هو ياكل العشب؟ هيحصل ايه؟ The cow will start for searching for another food source to survive. يعني هتدور او هتبدأ تدور ان هي تبحث عن طعام تاني علشان او مصدر تاني للطعام علشان تبقى على قيد الحياة. اخر حاجة معاك adaptation of the digestive system of dog، الجهاز الهضمي بتاع الكلب. اول حاجة هو بيأكل ايه؟ طبعا meat، اللحمة. meat is much easier to be digested، اللحمة سهلة جدا ان هو يهضمها. so لذلك dog has a short digestive system، عنده ايه؟ عنده short. اما الكاو البقرة عندها long digestive system، علشان كده هي عندها four stomach، عندها اربع معدات علشان هي بتاكل grass، وقلنا grass اصعب انواع الطعام في هضمه. يبقى هقول هنا and also some organs of its digestive system are adapted to digest this type of food. يعني بيقول ان الجهاز الهضمي بتاعه بيكون ملائم ان هو يهضم انواع من الطعام. عندي الستامك المعدة، بيقول ان هي only one stomach، الدج عنده only one، واحدة بس، عكس الكاو عندها four والهيومن عنده one. اوكي طيب، والتيس هو عنده sharp teeth. اما عندي الكاو عندها ايه؟ flat teeth. الكاو عندها flat teeth، اما هو عنده sharp teeth. تمام، يبقى هو that are suitable for eating meat، هي مناسبة علشان ياكل بيها ايه؟ اللحمة. اوكي السؤال معايا بيقول check your understanding، يعني تأكد من الفهم بتاعك. تمام، طبعا انا السؤال ده هسيبه لكم كمان عشان بس وقت الفيديو، علشان نشوف كمان معانا دلوقتي التلخيص بتاع الجزئية دي. بعد كده ده مش شايفين معايا طبعا، ده التلخيص بتاع الجزئية دي تمام بالشكل ده، بس انا مش هقدر ان انا اقوله علشان وقت الفيديو زي ما شايفين طويل خالص. فاللي حابب ان هو يكتب الاجزاء دي يكتبها، وان شاء الله قريبا باذن الله هحاول ان انا اصور لكم كل الحاجات اللي انا ملخصاها، واللي عاوزها يبعت لي على صفحتي على الفيسبوك، صفحه ميس مامي، يبعت لي على ماسنجر. تمام، وان شاء الله انا هبعت له كل التلخيصات اللي انا عملتها دي. تمام، زي ما شايفين معايا بالشكل ده. وبعد كده هنا كمان طبعا الاجزاء دي ممكن تيجي اختر، ممكن الحاجات دي تيجي صح وغلط، ممكن تيجي اختر، ممكن كمان تيجي صحح الاجابات او صحح العبارات. تمام، يعني الاسئله طبعا بتكون متنوعه، اهم حاجه ان احنا نكون فاهمين كويس جدا الاسئله. تمام، زي ما شايفين معايا طبعا احنا بنوقف الفيديو ونبدا نكتب. اوكي تمام بالشكل ده. بعد كده نشوف الصفحه اللي بعدها. اوكي تمام، بعد كده زي ما شايفين معايا باقي الأسئلة. أوكي، وبكده يكون خلص درسنا النهاردة. تابعوني في الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني بلايك وشير وسبسكرايب. Thanks for watching. Bye bye.